أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات الجلسة الثالثة على التوالي وبضغوط مبيعات عربية وأجنبية. وتراجع رأس المال السوقي بنحو 5 مليارات و100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 689 مليار و57 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إيجي إكس 30 اليوم عند مستوى 10534 نقطة، أي متراجعا بنسبة 69% وأغلق أيضاً عند 10461 نقطة. أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 فقد تراجع أيضاً بنسبة 18% وأغلق عند مستوى 1821 نقطة. أما عن مؤشر الشركات الأوسط نطاقاً إيجي إكس 100 فقد تراجع بنسبة 3% مغلقاً عند مستوى 2758 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. وسجل الدولار الأمريكي سعر الشراء وصل اليوم إلى 18 جنيها 23 قرشا، وسعر البيع 18 جنيها 31 قرشا. عن اليورو سعر الشراء 18 جنيها 99 قرشا، سعر البيع 19 جنيها 8 قروش. نصل معكم للجنيه الإسترليني، سعر الشراء 22 جنيها 33 قرشا، وسعر البيع 22 جنيها 45 قرشا. وبالنسبة للدرهم الإماراتي وصل السعر اليوم إلى 4 جنيهات 96 قرشا، وسعر البيع 4 جنيهات 98 قرشا. أما عن ريال السعودية أخيرا فقد وصل سعر الشراء اليوم إلى 4 جنيهات 86 قرشا، وسعر البيع 4 جنيهات 88 قرشا. من أسواق العملات إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث تراجعت أسعار الذهب العالمي مسجلا 1797 دولارا و82 سنتا للأوقية. أما على الصعيد المحلي فقد سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 921 جنيها، ولمس عيار 21 سعر وصل إلى 1575 جنيها، في حين لمس عيار 24 سعر وصل اليوم إلى 1228 جنيها. وأخيرا سجل الجنيه الذهب سعر وصل إلى 8600 جنيه. عن أسواق البترول العالمية، تباينت أسعار النفط بعد أن أثارت إجراءات إغلاق واسعة النطاق في الصين وبيانات اقتصادية صينية ضعيفة المخاوف من ركود عالمي. لكن الأسعار حظيت ببعض الدعم مع اقتراب الاتحاد الأوروبي من حظر واردات الخام الروسي. وانخفضت العقود الأجل الخام برنت 18 سنتا، ووصل السعر اليوم إلى 111 دولارا و37 سنتا للبرميل، وانخفض بنسبة 0.2%. أيضا في المقابل ارتفعت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولار أو بنسبة 1.1%، مسجلا سعر وصل إلى 111 دولارا و71 سنتا أيضا للبرميل. انخفضت أسعار المازوت عالميا، ووصل السعر اليوم إلى 3.90 دولارات للتر، أي بما يعادل 44%. أما عن الغاز الطبيعي فقد ارتفعت الأسعار اليوم بنسبة 4.79%، مسجلا سعر وصل إلى 8 دولارات و3 سنتات لكل مليون وحدة حرارية.